بعدها أجي أحسب. عفوا هنا أنا بالنسبة للسوبر مش خلي أرجع لهنا لطريقة العرض السابقة، راحت فيني هنا أنا، بس خليني أجي نقارن. بالنسبة للسوبر مش هذه اللي احنا بنحكي عنها اللي هي هاي، بها مصدر تيار معلوم، هذه مقاومة، وهذا مكان هو أساسا عبارة عن سلك، فأنا عندي أجزاء معلومة أقدر أستفيد من عندها. بالنسبة للسوبر مش ما أعرف إذا راح أقدر أوفق هنا أو لا، السوبر مش راح تكون عندي الـ I2 تبو. بالنسبة للسوبر مش الـ I2 راح يكون مار بالمقاومة 5 أوم والمقاومة 8 أوم والممانعة J، هاي مضروب بها الـ I2 صح بالنسبة لهذا الجزء، فصارت القيمة هي عبارة عن 13 ناقصا J2 I2. زين بالنسبة للمكان العناصر اللي يمر بها الـ I3 تبو، خلي بس أوضح شغلة. هنا هذا اتجاه الـ I2، هذا اللي بدينا بيه، واتجاه الـ I3 نفس اتجاه الـ I2 بالنسبة لهاي العناصر، فهذا سبقته موجب وهذا سبقه موجب، أساسا ما عندي تقاطعات بيناتهم الـ I3 والـ التيار الأول والثاني والثالث بالعناصر، فصارت بيناتهم أساسا يعني حالة إضافة بدون ما يكون أكو تضارب، خلينا نقول بالمصالح بيناتهم. فهنا صارت عندي المقاومة 10 أوم والممانعة أو المحاذاة اللي قيمتها J4 مضروبات في الـ I3، فهذه تكونت لي هنا بالمعادلة هذه وينها. زين تضارب المصالح وين راح يصير عندي؟ ويا قيمة الـ I1. ليش؟ هنا انتبهوا بالسوبر مش هذا الجزء هو تيمر بي من هاي الجهة I2 من هاي الجهة I3. هنا خلينا نقول ماكو تعاكس بالإشارة بين الـ I2 والـ 3، بس اللي راح يصير إنه هنا كل هاي العناصر يمر بها الـ I1، فأقدر مباشر أجمع أقول 8 + 10 I1 بالنسبة للمقاومة، وزائد J2 I1، I1 اتجاه عكس اتجاه إشارة الـ I2 والـ I3 بالنسبة لهاي العناصر كلها، لذلك تعاملت ويا هذا الطرف كأنه حالة توالي بالنسبة للسوبر مش صح؟ وهذا فعليا اللي دا يصير، فتحقق لي هذا الجزء تساوي 0، لأن هذه عبارة فقط عن مجموعة تيارات داخلة وخارجة، ما عندي ما مساوية إلى مصدر وقتية. زين هسا نرجع إلى معلومة، نقول يا at node A، نرجع لهنا نقول بهاي النقطة A قيمة الـ I3 عبارة عن حاصل جمع قيمة الـ I2 زائد قيمة المصدر اللي هو الـ current source 3، فالـ I3 راح يساوي لـ I2 زائد 3، هاي معلومة راح استفيد من عندها. زين أجي أستفيد من هاي المعلومة أعوضها وين؟ قبل ما أعوضها راح أستفيد من عندها إنه تعرف لي قيمة الـ I3 صارت إيش قد بدلالة الـ I2. زين أكو هنا عندي فقرة ممكن أستفيد من عندها من المعادلة الأولى والثانية، نقول adding equation 1 and 2 اللي هي الطريقة الآنية كنا نستخدمها بالحل بالثالث متوسط، راح أجي أقول ما أعرف إذا راح نقدر نتوفق بها هاي أو لا طريقة الكتابة، راح أرجع أكتب لكم هنا أنا. راح أخذ هنا قيمة الـ I1 إيش قد 18 زائد J2 I1، أو راح أرجع أكتب لكم المعادلة الثانية هنا تحتها حتى نشوف صار في هاي المعادلة شان راح يطلع، أنا أشوفها هيجي أسهل. راح أخلي كل تيار من التيارات تحت اللي يلامه من معادلة 2 الـ I1 إيش قد يساوي لي ناقص 18 زائد J2 I1، يعني بالضبط نفس المقدار لكن عكس الإشارة، ناقصا نفس هذه 18